السلام عليكم، مرحبا بكم إخواني في درس جديد على قناتكم استفهام عام. في الدرس الأخير قمت بإنشاء محتوى خاص لكتب القصص المصورة أو كوميك بوكس، وتلقيت العديد من الرسائل التي تطالبني بطريقة إنشاء الغلاف الخاص بها. لذلك في هذا الدرس سأريكم طريقة سهلة جدا لإنشاء غلاف خاص بكتابنا بلانك كوميك بوك بدون الحاجة إلى أي برنامج مدفوع، يعني مجانا. فتابعوا معي إخواني الدرس، وقبل البداية لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم جديدنا أول بأول، فهناك العديد من الفيديوهات القادمة والحصرية إن شاء الله على قناتكم. إذن على بركة الله. إذن إخواني، أقوم بالذهاب إلى موقع أمازون، ثم أختار هنا بلانك كوميك، ثم بحث، ثم بعدها الآن سوف تظهر لي المجموعة من الكتب. نحاول أن نختار الكتب التي تحقق مبيعات محترمة، ثم أقوم بمحاولة إنشاء أغلفة مشابهة لهذه الكتب من ناحية الألوان وكذلك من ناحية الشكل. إذن الآن سأريكم هذا الموقع الرائع، فهو موقع فيكتيزي، يعطينا العديد من الصور المجانية وكذلك المدفوعة. فأنا هنا سأختار المجانية فري ليسانس، ثم بعدها أكتب هنا بلانك كوميك وأبحث. انظروا إلى هذه الأيقونات والصور الجميلة التي يمكنني الاستعانة بها من أجل إنشاء الكتاب الخاص بي أو الغلاف الخاص بي. إذن بعد أن قمت باختيار مثلا الكتب التي سأقوم بإنشاء كتب مشابهة لها، أعود هنا وأقوم بحفظ الصور التي سأقوم بالاستعانة بها حتى لا أطيل الفيديو، فأنا هذه هي الصور التي قمت بأخذها مسبقا. ثم أذهب إلى الفوتوشوب، أقوم بإنشاء القالب الذي سوف أشتغل عليه. فكما تعلمون هذه النوعية من الكتب يكون دائما قياسها 8.5 في 11 إنش، إذن أقوم بإنشائها، تظهر على هذا الشكل. ثم أعود وأخذ الصورة التي سوف أستعملها في غلافي، كنترول تي، حتى أتمكن من تعديل على القياس. أوكي، إذن هذا هو القالب. أذهب هنا وأختار مثلا هذه الصورة، والآن أقوم بأخذ بعض الأشكال منها. Ctrl C، ثم أعود إلى القالب، Ctrl V، Ctrl T. إذن سأضع هذا الشكل هنا. الآن أعود إلى هذه الأداة، ثم أزيل الكتابة، أزيل اللون الأبيض، وحاولوا إخواني أن تجعلوا هذه الصور متناسقة. ثم أعود إلى الصورة الأخرى وأختار مثلا لدي هنا اللون الأحمر، فأختار هذا اللون الذي سيبدو جميلا. Ctrl C كذلك، ثم العودة إلى الغلاف، Ctrl V، Ctrl T لأتحكم في القياس. هكذا، أوكي،
أعود إلى الأداة هكذا. إذن الآن يجب علي أن أبحث على صورة كهذه الصورة حتى يمكنني أن أضع العنوان الخاص بي فيها، ثم أأتي إلى الأداة كذلك وأقوم بالضغط بهذا الشكل لإزالة اللون الأبيض، ثم أقوم بنسخها. Ctrl C، أعود إلى الغلاف، Ctrl V، ثم Ctrl T، ثم أحاول أن أضع الصورة بهذا الشكل. ثم بعدها إن كنتم تجيدون الفوتوشوب، ابحثوا عن خطوط جميلة وقوموا بكتابة العنوان ها هنا. فكما سبق وشرحت، فيجب عليكم إخواني هذا العنوان الرئيسي الذي يسبق النقطتين، يجب دائما أن يكون داخل الغلاف. إذن سأختار مثلا بلانك كوميك بوك، فأنا أريكم الطريقة فقط، أنتم اختاروا أي شكل تريدونه. إذن إخواني هذا هو الغلاف الخاص بنا الأول، وهذه هي خلفية الغلاف. وحتى تقوموا بجمع هذا الغلاف فالطريقة سهلة، فقد قمت بشرحها سابقا. فالطريقة سهلة إخواني، نحتاج الآن إلى كانفا، ثم هذا الموقع الذي يحدد لنا قياسات الكتاب، ثم أمازون حتى نتمكن من استخراج التومبليت الخاصة بكتابنا. إذن أول شيء نقوم به هو نذهب هنا إلى أمازون ونختار 8.5 في 11 إنش، ثم عدد الصفحات مثلا نختار 100 صفحة، ثم هنا اللون الأبيض والأسود، ثم دونالد. إذن هذه هي التومبليت الخاصة بنا. إذن هنا نجد بأن القياس الخاص بها 50 ميجا، يجب علينا التعديل عليها لنتحصل على أقل من 20 ميجا لنتمكن من تحميلها. فالتعديل سهل جدا، قوموا بفتحها بالبنتر ثم عدلوا عليها بأي تعديل تريدون. إذن الآن هي أصبحت جاهزة للتحميل. الآن نقوم بالعودة إلى الموقع الخاص بنا. إذن نقوم بالنزول إلى أسفل الصفحة، ثم هنا أختار 8.5 11 100 صفحة مثلا أبيض وأسود، ثم هنا نقوم باستخراج القياس الخاص بكتابنا. هنا أعود إلى كانفا، ثم هنا كري أند ديزاين، هنا نختار القياسات الخاصة بنا، أختار هنا الإنش، أعود إلى الموقع، أقوم بنسخ الطول والعرض ورفعه على الموقع. هنا حاولوا أن تضعوا فاصلة نقطة حتى تتمكن من أن تضبط هذه القياسات. أعود هنا كذلك وأضع القياس، وأنا كري النوفو ديزاين. إذن هذا هو الشكل الخاص بنا. أقوم الآن بتحميل التومبليت الخاصة بالغلاف. إذن هنا أولا نشاهد هذه الألوان الخاصة بكتابنا. إذن أختار اللون الأزرق أولا قبل ضبط هذا حتى لا يظهر هنالك الفرق بين الغلاف الأمامي والغلاف الخلفي هكذا، ثم أعيد ضبط التومبليت، ثم الآن أقوم بسحب الغلاف. وأضعه فوق
التمبليت. ثم أخذ خلفية الغلاف وأضعها كذلك بالجانب. ثم أقوم بمسح التمبليت. إذن هكذا سيظهر غلافنا. قم باختيار اللون الذي يبدو لي مناسب. إذن هذا غلاف جيد. ثم بعدها هنا نقوم بتحميل الغلاف بكل سهولة. هنا نقوم بتحميله بصيغة الـ PDF حتى لا نذهب إلى مواقع أخرى ونعيد تكرار عملية تحويله من PNG أو JPEG إلى الـ PDF. إذن هذا هو الغلاف الخاص بنا. لاحظوا معي إخواني، يبدو غلاف جيد. إذن طريقة سهلة جدا، قمنا بواسطتها بإنشاء الغلاف الخاص بنا بكل سهولة بدون أي مقابل، يعني مجانا. إذن إخواني كان هذا هو درس اليوم. إن أعجبكم الفيديو شاركوه مع الأصدقاء واضغطوا على زر إعجاب، لأن هذا هو الذي يجعلنا دائما نبحث عن الجديد لإرضائكم. وإن كانت أخي أختي هذه هي أول زيارة لك للقناة، فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول.